اول حاجه عايزين نعملها مع بعض ان احنا هنغير الالوان بتاعه المونو ديفلوب، عشان اللون الابيض يا جماعه بيعكس على العين او بيجهد العين بشكل جامد. يعني لو انت بصيت على الناس اللي ماشيه في الاسكيمو مثلا تلاقيهم كلهم لابسين نظارات شمس. طب ليه؟ لان الشمس بتضرب في التلج، فالتلج بيعكس على عينيهم الالوان كلها. انت حتى لو بصيت لشاشه زي الشاشه بتاعه المونو ديفلوب الديفولت كده، اللون الابيض ده لو فضلت باصص له مده طويله تلاقي عينيك اجهدت. لكن لو انا بصيت لشاشة سودة هتلاقي عينيا ما بيحصلهاش اي حاجة، لان ببساطة ما بيتعكس على العين اي الوان او ما فيش اي اطياف بتتعكس على العين. فانا عايز اقلل بقى الاطياف الضوئية اللي بتعكس على العين دي، لان انا هفضل متنح للشاشة دي وقت طويل، لا سيما كمان لو انت بتتكلم في ان انت عايز تفهم الكود، فانت بتفضل باصص للكود فترة طويلة لغاية ما بينزل عليك الوحي وبتفهمه او ما بتفهموش وبتنقله وخلاص. ما علينا، يعني احنا دلوقتي عايزين نغير اللون الابيض بتاع الخلفية ده. وهنا في المونوفيلوب حاجة حلوة قوي ان هو هيغير لك الثيم كلها. يعني انا لو بصيت لاديتور زي الدريم ويفر او لاي دي اي زي الدريم ويفر، يعني هتلاقي ان انت بتمشي تغير الكود او بتغير التكست تاج تاج، يعني بتمسك الاتش تاج بتغيره بتغير. يعني ما علينا احنا ايه اللي احنا بنقوله ده. تعال نخش على التولز، من تولز خش على اوبشنز، انزل تحت كده حبتين هتلاقي هنا عندك سينتاكس هايلايتنج، وعندي هنا مجموعة كبيرة من الألوان. أي واحد يروح مختار ده هنبقى احنا ما عملناش حاجة، فأنا هاخد ده وهقول له أوكي. طيب أنت طبعا لو دوست على كنترول من الكيبورد وعملت سكرول أب بتقدر إيه تزود الفونت سايز. ده من الحاجات اللي طبعا تقلل برضه الإجهاد بتاع العين، عشان ما تفضلش أنت مركز مع فونت قليل أو فونت حجمه صغير. تعال نشوف اللاي أوت بتاعتنا. فانا مستخدم لاي اوت حاطط الجيم ويندو والسين ويندو هما الاثنين هنا، وادي الهياكي وادي الانسبكتور. ممكن نقفل ده دلوقتي. وهنا عندي البروجكت ويندو. بعد ما اخلص القصه دي ممكن اجي هنا واقول ايه سيف لاي اوت اي حاجه واقول سيف، بحيث ان انا لو عايز في وقت من الاوقات اتنقل ما بين اللاي اوتس المختلفه وبعدين ارجع اللاي اوت بتاعي فارجع له هنا ببساطة. طيب بكده احنا اتحكمنا في الكارز والفونت سايز بتاع المونو ديفلوب. والشيء المهم جدا بالنسبة لي ده قبل ما اعمل اي شغل او قبل ما ابدأ اي شغل، وبعد كده هنشوف اللعبة بتاعتنا عاملة ازاي. فتعالى نفتح كده ليفل 1 من الجيم ده ونشوف احنا محتاجين نعمل ايه بقى عشان نوصل للليفل 1 ده. ميركري او عطارد. طبعا انا لو وقفت على الجيم هنا محتاج اعمل ابقى دايس على الماكسمايز اون بلاي، عشان اول لما هدوس على بلاي يعمل لي ماكسمايز في الشاشة ونشوف اللعبة شكلها عامل ازاي. شكلها عامل ازاي. طبعا انت لو ملاحظ ان الصوت واطي وبعدين هيبدأ يعلى، طبعا مش سامع حاجة خالص. لو دوست اسكيب الصوت بيقف. وطبعا هنا انت لو تاخد بالك هو برضه الخطوات بتاعته الدابة بتاعت الارض موجودة، بس يمكن المزيكا نخليها مش باينة شوية.